الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، تريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، تريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. فتجردها وأصالتها قيم والخير بها زانا، وتكاملها في طاقات تدعم علما مهما كانا. فتجردها وأصالتها قيم والخير بها زانا، وتكاملها في طاقات تدعم علما مهما كان. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، تريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. ووضوح الأعمال لتبدي تدقيقا فيه وإمعانا، هي نهضة لغة قد شرفت ما جمعت منه القرآن. ووضوح الأعمال لتبدي تدقيقا فيه وإمعانا، هي نهضة لغة قد شرفت ما جمعت منه القرآن، ما جمعت منه القرآن. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، تريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. بالعلم منارتها اتقدت للعربي نطقا ولسانا، هي رؤيتها ورسالتها توفير جموع ترعانا. بالعلم منارتها اتقدت للعربي نطقا ولسانا، هي رؤيتها ورسالتها توفير جموع ترعانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، تريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. تسمو بالعلم إلى العليا وشعار النهضة يتسامى، ننهض بالعلماء سرعا كي نقطف ما ثمر الآن. تسمو بالعلم إلى العليا وشعار النهضة يتسامى، ننهض بالعلماء سرعا كي نقطف ما ثمر الآن، كي نقطف ما ثمر الآن. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، تريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، تريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. فتجردها وأصالتها قيم والخير بها زانا، وتكاملها في طاقات تدعم علما مهما كانا. فتجردها وأصالتها قيم والخير بها زانا، وتكاملها في طاقات تدعم علما مهما كانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. ووضوح الأعمال لتبدي تدقيقا فيه وإمعانا، هي نهضة لغة قد شرفت ما جمعت منه القرآن. ووضوح الأعمال لتبدي تدقيقا فيه وإمعانا، هي نهضة لغة قد شرفت ما جمعت منه القرآن، ما جمعت منه القرآن. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. بالعلم منارتها اتقدت للعربي نطقا ولسانا، هي رؤيتها ورسالتها توفير جموع ترعانا. بالعلم منارتها اتقدت للعربي نطقا
نطقا ولسانا، رؤيتها ورسالتها توفير جموع ترعانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. تسمو بالعلم إلى العليا وشعار النهضة يتسامى، ننهض بالعلماء سراعا كي نقطف ما ثمر الآن. تسمو بالعلم إلى العليا وشعار النهضة يتسامى، ننهض بالعلماء سراعا كي نقطف ما ثمر الآن، كي نقطف ما ثمر الآن. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. عشانا فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. فتجردها وأصالتها قيم والخير بها زانا، تكاملها في طاقات تدعم علما مهما كانا. فتجردها وأصالتها قيم والخير بها زانا، وتكاملها في طاقات تدعم علما مهما كانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. ووضوح الأعمال لتبدي تدقيقا فيه وإمعانا، هي نهضة لغة قد شرفت ما جمعت منه القرآن. ووضوح الأعمال لتبدي تدقيقا فيه وإمعانا، هي نهضة لغة قد شرفت ما جمعت منه القرآن، ما جمعت منه القرآن. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. بالعلم منارتها اتقدت للعربي نطقا ولسانا، هي رؤيتها ورسالتها توفير جموع ترعانا. بالعلم منارتها اتقدت للعربي نطقا ولسانا، هي رؤيتها ورسالتها توفير جموع ترعانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. تسمو بالعلم إلى العليا وشعار النهضة يتسامى، ننهض بالعلماء سراعا كي نقطف ما ثمر الآن. تسمو بالعلم إلى العليا وشعار النهضة يتسامى، ننهض بالعلماء سراعا كي نقطف ما ثمر الآن، كي نقطف ما ثمر الآن. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. فتجردها وأصالتها قيم والخير بها زانا، وتكاملها في طاقات تدعم علما مهما كانا. فتجردها وأصالتها قيم والخير بها زانا، وتكاملها في طاقات تدعم علما مهما كان. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. ووضوح الأعمال لتبدي تدقيقا فيه وإمعانا، هي نهضة لغة قد شرفت ما جمعت منه القرآن. ووضوح الأعمال لتبدي
التربي تدقيقا فيه وإمعانا. هي نهضة لغة قد شرفت ما جمعت منه القرآن، ما جمعت منه القرآن. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانة، فأريد لها هدف سامي نرقاه فنطوي الأكوان.